مساء الخير جميعا يعطيكم العافيه يا رب اهلا وسهلا فيكم معنا في السيشن الخاصه بالباسيف ديزاين هاوس للهوت كلايمت اسمحوا لي اعرفكم عن نفسي انا غيداء سلامه الادكينج مانجر للمجلس الاردني للمباني الخضراء اسمحوا لي أعمل لكم تعريف سريع عن المجلس المجلس الأردني للأبنية الخضراء هو مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست بال2009 ونحن تحت مظلة المجلس العام للأبنية الخضراء ونشتغل تحت اختصاص وزارة البيئة في الأردن يضم المجلس الأردني الأبنية الخضراء أكثر من 70 مجلس حول العالم نحن بنعرف نفسنا كأنه أنه نحن green business association بنوعي وبنشتغل في مجالات الاستدامة في environment green built environment وواحد من أهم الأشياء نحن بنشتغل عليها واللي بنأمل فيها أنه مباني خضراء ومستدامة وصحية هي للجميع في كل مكان وبسبب هذا الطموح تاعنا نحن نشتغل على أربع محاور أساسية في المجلس وهي الخدمات العضوية، الأدفوكسي، الجرين أكاديمي والريادة والأبحاث في مجال الممبرشيب نحن في عنا different types من الأعضاء في عنا من الشركات، في عنا من الجامعات، من الأفراد في عنا أيضاً طلاب ماجستير ودكتوراه وكذلك في عنا من البارتنرز تاعنا من المؤسسات المختلفة معنا وأكيد اليوم نحن في معنا عدد كبير من أعضائنا اللي نحن نفتخر فيهم المحور الثاني اللي نحن بنشتغل عليه هو الادفوكسي في ضمن هذا المحور نحن بنشتغل على بناء العلاقات بين البرايفت والبوبليك سيكتورز بالاردن sectors في ما يخص البيئه المبنيه الخضراء كذلك نشتغل في بعض الاحيان بالشراكه مع القطاع العام وكذلك مع شركائنا من القطاع الخاص على تطوير عدد من الاوراق السياسات والمقترحات وبنقدمها للـ public اكثر لحتى نتعاون سوينا نحن نحسن ونزيد عدد المباني الخضراء ومساحة الخضراء عندنا بالاردن المحور الثالث اللي نشتغل فيه نحن اليوم يمكن جزء من هاي ورشتنا بتنضم تحته الاكاديميه الخضراء وبناء القدرات. فمن ضمن هاي هذا المحور نحن بنشتغل على بنطور عدة دورات تدريبية وبنقدمها بتكون مختصة في كفاءة الطاقة للمباني مختصة في إدارة النفايات في استهلاك المياه وكذلك بنقدم دورات تدريبية خاصة بشهادات المباني الخضراء على سبيل المثال شهادات الليد والأج وكذلك بنقدم عدد من الجلسات التوعوية نحن يمكن اليوم جزء من من جلستنا هاي تندرج تحتها وبتكون في عدة عدة من المجالات اللي برضو إلها دخل بالحجم environment واللي بتكون يمكن هي من الترندز اللي بتكون عنا بالماركت او حسب الاحتياج اللي إحنا بنشوفه او بنسمعه من شركائنا. بالقطاع وكذلك نعمل عدد من شوبس إن كانت أونلاين أو بشكل وجاهي وبكون هدفها هي خلق هاي الفرص التعاونية بين الأفراد الخبراء أو الشركات وتبادل المعرفة المحور الرابع والأخير هو الانوبيشن research. ضمن هذا المحور نحن نشتغل على عدد من المشاريع البحثية عدد من المشاريع العالمية وعدد كذلك من المشاريع المحلية اللي هي بالأخير بتساعدنا أنه نحن فعلا تشوكيس الميثودولوجيز والنولج اللي نحن عنا وكذلك بسمح لنا أنه نحن نبني هاي الشراكات مع القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك أنه نحن نفيد المجتمع المحلي من خلال هاي المشاريع اللي هي فعلا آه بتاثر بشكل ايجابي على آه معيشتهم آه وكذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي العلمي. واخيرا اسمحوا لي اني ارحب آه آه بالدكتور شادي عطيه اللي هو اليوم معنا لحتى يشاركنا آه خبرته بالانرجي افشنسي والسستينابيلتي كونسلتنت. الدكتور شادي هو دكتور في في جامعة ببلجيكا وكذلك هو ليد فاكلتي وكذلك اشتغل في عدد من المشاريع باللي سيرتيفيكيشن في ثلاث قارات حول العالم وكذلك اشتغل عدد من المشاريع مع المؤسسات الدولية ومع الحكومات وساهم إنه هو يطور عدد من الاستراتيجيات والخطط. اللي لها دخل بالانرجي افشنسي والسستينابيلتي فور بيلدينجز ف يمكن هلا انا بترك المكان لدكتور شادي لحتى uh, يعني uh, تستمتعوا معه اليوم بالسيشن عن الباسف ديزاين هاوس للهوت كلايمت ممتاز شكرا على المقدمه تحياتي للجميع سلام عليكم النهارده هستعرض معاكم عرض عن تدريب احنا بنيناه او بدانا من سنه 2010 بس اسمحولي الاول اشارك الشرائح شير وممكن اتاكد ان كنتوا شايفين الشاشه بالكامل انا هعملها فول مود هل هل الشاشه باينه نعم واضحه كروف. ممتاز آه نبدا آه ان شاء الله آه شكرا على المقدمه وشكرا على دعوه المجلس آه الاردني للبنات الخضراء آه اسمي شادي عطيه آه استاذ بجامعه لياش في بلجيكا والعرض اللي انا هقدمه النهارده آه عنوانه Uh, passive design in hot climates and principles and uh, principles and best practice يعني التصميم السالب او يعني التصميم البيئي احنا حتى حتى هذه اللحظه ما عندناش اجماع على ترجمه كلمه passive design انها كلمه uh, فيها um, بتؤدي لاشتباه في حاجه اسمها الباسيف هاوس كونسبت ده مفهوم كوبي رايتد الماني لفكره ان مباني تكون معزوله بشكل قوي جدا وتكون uh, محكمه الاغلاق وفي انظمه تهويه ميكانيكيه ده كونسيبت عامل زي عربيه حديثه جدا هاي تك في فكره الباسيف ديزاين اللي بنتكلم عليها في الغالب عن البايو او تصميم المناخي او تصميم البيئي ففي هذا الاطار عرض النهارده هو بيتكلم على التصميم المناخي في, المناخ في بشكل عام للبنايات وبيركز على المبادئ وعلى الممارسات المثاليه طبعا اشكر المجلس الاردني على الدعوة أعتبر راحت سلايد آه واحد نمبر 2 أحاول تاني هل مثلا الشاشة أوكي ممتاز. النهارده احنا الثلاث 14 مايو وبتوقيت الاردن هذا العرض. بشكر مجلس الاردني للبيانات الخضراء وزي ما قلت مسبقا ان احنا التدريب ده بداناه في سنه 2010 ومن سنه 2010 تم تدريب اكثر من قرابه ال 900 مهندس ومهندسه اللي حضروا هذا التدريب. طبعا انا هتكلم على التصميم المناخي او التصميم البيئي في العرض ده بس في نفس الوقت احاول اشجعكم انكم تحضروا التدريب ان احنا بنحاول نعمل تدريب جاي ان شاء الله في صيف 2024 في عمان هدف الورك شوب او التدريب اللي احنا هنعمله ان شاء الله في شهر يوليو او شهر سبعة هو ان احنا نقدم تقنيات البناء المرتبطه بالتصميم المناخي والتوجه أكثر هو توجه لو تك يعني احنا عملنا مناقشه مع المجلس الاردني للبنايات الخضراء مع متخصصين وسألنا ما هو الأنسب لمنطقتنا وما هو المطلوب أكثر من ناحية أن يكون في تصميم بيئي مراعي للمناخ بيحقق راحة حرارية وفي نفس الوقت هل يكون هاي تك بيعتمد على تقانة عالية ولا يكون لو تك ويكون بيعتمد على حلول تكون في قدرة الطبقة المتوسطة وأقل ففي هذا الاطار احنا التدريب ده بيستعرض هذه الاستراتيجيات وبيفكر ازاي نفكر بيحط بعض المبادئ الاساسيه كيفيه التفكير كيفيه التصميم وطبعا في الاخر هعرض امثله حقيقيه لكيفيه تطبيق هذه الافكار والمبادئ من خلال مشاريع قائمه نبدا الاول مقدمه سريعه ليس خافيا على احد ما يحدث في العالم من ناحيه من الناحيه المناخيه في اخر 100 سنه انبعاثات يعني ثاني اكسيد الكربون تزايدت بشكل مطرد بسبب الوقود الاحفوري وحرقه سواء كان للاستخدامات مختلفه للنقل للتدفئه للتبريد وغيره تبعات ده انه الكوكب بشكل عام حاصل له احترار والاحترار ده بيؤدي ان يبقى فيه تغير في المناخ وبيحصل فيه ظروف مناخيه قاسيه وطبعا ما لا يخفى علينا من المنطقه العربيه كلها فيها ندره مياه فده بيؤدي لتفاقم المشكلة بالإضافة إلى أنه في مشاكل أخرى العمران الزاحف النامي في المئة سنة الأخيرة حصل طفرات في صناعة الدواء وتقنيات التطعيم وبالتالي عندنا إطراد غير طبيعي في أعداد أعمار المواطنين وفي أعدادهم وبالتالي في ضغط شديد على جميع المرافق وعلى جميع مصادر الطاقة في الغرب قد يكون انه في تحول وخصوصا لما بقول الغرب اقصد اوروبا او امريكا الشماليه بيكون في شيخوخه بنشوف ده برضه في اليابان ولكن الدول المنطقه العربيه هي دول فيها صعود في معدلات الانجاب وبالتالي فيها شباب وفيها طلب على الاسكان وفي السنين الجايه المنطقه العربيه بشكل عام هتكون من اكثر الدول في العالم اللي فيها طلب على الاسكان وعلى البناء فده مهم ناخده في الصوره لما بنتكلم على التصميم البيئي بشكل عام احد افات هذا العصر اللي احنا عايشين فيه هي فكره التخصص والتخصص في بعض الاحيان بيعمل نوع من تجريد المعنى وتجريد القيمه وبالتالي لكي يكون في بناء اخضر او مستدام لا يصح او لا يجوز ان احنا نعمله تجزئه التجزئه ده خطر جدا بحيث ان انا افكر فقط في الطاقه او افكر فقط في الميه او افكر فقط في الراحه الحراريه لازم يبقى عندي منظور شمولي متعدد المعايير بحيث ان انا اصمم المبنى بمعايير مختلفه سواء كنت هتناول ظاهره التغير المناخي والاحترار الشديد وبرضه موجات البرد الشديده ازاي احقق راحه حراريه للانسان وصحه للانسان لان انا لازم يبقى عندي تهويه طبيعيه جوده بيئه داخليه جوده هواء جيد احافظ على التنوع البيئي بشكل عام واحاول على قد ما ان يعني يبقى في حوالين المبنى او المكان العمراني اللي انا ساكن فيه على قد ما يكون تزاوج او تمازج مع الطبيعه وعناصرها لان دي خط دفاع اول مؤشر لجوده الحياه طبعا توافر الميه والتعامل مع المياه بشكل ذكي لان يعني احنا في منطقه فيها فقر مائي وبالتالي لازم لا نسمح بهدرها مواد البناء المستدامه جزء من ذلك وطبعا بناء المجتمعات ده اهم حاجه ده اهم هدف أي مجتمع عشان يتطور ان يكون فيه جماعات وهيئات و... 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 ومنظمات تقدر تجتمع بحيث تنظم حياتها وتقدر تضع خطط وتقدر تتطور وفي الاخر طبعا ال... ال... الهم الضغط على جميع ال... ال... المواطنين بشكل عام بيبقي ال... الاقتصاد لأنه هو ده إنعكاس للبيئة المبنية والبيئة المبنية بتنعكس على الاقتصاد أم لما بنتناول المناخ الصحراوي او المناطق الحاره احنا بنتكلم على المنطقه العربيه بتقع ما بين خط عرض في حدود يعني 40 لحد ما بننزل تحت مثلا لو هنقول السودان او الصومال او جيبوتي ممكن نوصل لخط عرض عشره من الاكويتر او من خط الاستواء ما عندناش مسطحات مائية بتسمح ان يبقى عندنا تساقط امطار مقارنة ببلاد شبيهة لنا عندها نفس المنطقة الجغرافية ولكن حظها انها بجوار مسطحات مائية فعندها ظاهرة المنسون او ظاهرة تساقط الامطار وبالتالي عندنا صحراء جرداء بتغطي المنطقة العربية كلها وطبعا بنتشارك في ده مع بلاد اخرى ومع صحراوات اخرى يعني في صحراء في ايران في صحراء جوبي في الصين في صحراء المكسيك وغرب الولايات المتحده في صحراوات في 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 كولومبيا في اتاكاما في شيلي وطبعا صحراء ناميبيا في افريقيا وطبعا الصحراء بتاعه استراليا فدي كلها امثله لتواجد سكان في هذه المناطق وعبر السنين في بناء تم بشكل او باخر من خلال تراكم الخبرات والمعرفه للتصميم البيئي لما بنشوف وضع الأردن لازم نفهم جيد جدا وضعها المناخي الأردن في منطقة صحراوية تعتبر بشكل عام عندها ارتفاع مدينة عمّان بالذات مرتفع عن سطح البحر فده بيخل بيغير من من درجات الحرارة وبيلطفها مقارنة بمدن ساحلية مثلا يافا مثلا على ساحل المتوسط ولازم ندرك أن نميز ما بين المناخ وبين الأرصاد يعني الوادر أو الـ 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 الجو أو الأرصاد ده شيء ظاهري بيحصل بشكل موسمي سنوي ولكن المناخ ده بنحسبه على 30 سنة فأنا لما ببدأ أصمم في المنطقة لازم أفهم المناخ بتاعها مش فقط أرصدها أعمل رصد للجو بتاعها أو الجو الظروف الجوية بتاعتها الظروف الجوية هتبقى متنوعة من سنة لسنة من شهر لشهر ولكن ما اقدرش اعتبرها دائمة وثابتة ومنها وعلى هذا الاساس لازم افهم المناخ وفي بعض المعايير او المحددات اللي بتسهل ان انا افهم المناخ افضل بنشوف هنا انه المناخ السائد مثلا في الشام بشكل عام والاردن خصوصا ان احنا دايما عندنا صراع ما بين مناطق ضغط جوي بارد جايه من البحر المتوسط شرق المتوسط بتتكاثف فيها السحب من خلال التبخر في بحر المتوسط، وعندنا على الناحيه الثانيه صحراء العرب اساس السعوديه بتعمل ضغط سالب والصراع ما بين النقطتين دولت هو اللي بيبقى دايما بيشكل المناخ، ساعات بنبقى تحت تاثير منخفض جوي وساعات بنبقى تحت تحت ضغط عالي من تاثير البحر. ما بين هذا وذاك كل الزوار اللي بنشوفها في الصيف لا بالاساس في الشتاء او في الخريف او ما بين الفصول مرتبط بالاساس بهذه الظاهره. طبعا من الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنغفلها في العالم العربي ولازم نبقى مدركين ليها لو هنعمل تصميم بيئي محكم انه لازم نفكر في بعض الظواهر طويله المدى يعني مثلا في ظاهره الفيضانات ظاهره الموجات الحراريه او موجات البروده. اللي بتضرب البلاد فكرة الزلازل دي كلها ظواهر مش جديدة وبتحصل وعالميا في أكواد عالمية متصممة بحيث ان احنا نعمل حساب لهذه الظواهر الطبيعية اللي هي من بتبدأ من أول ان انا بعمل حسابات للبروبابيليتي أو للتوقعات الإحصائية من أول الظاهرة دي بتتحصل كل سنتين كل خمس سنين كل عشر سنين كل خمسين سنة كل مئة سنة يعني مثلاً الاردن بتتعرض كل 100 سنه لسقوط امطار ممكن يوصل في يومين 48 ساعه متواصل ممكن يوصل يعدي ال 100 ملي منسوب مطر لو انا مش هصمم المبنى بتاعي ومش واخد في اعتباري هذه الظاهره مش واخد في اعتباري ان انا عندي مخاطره الفيضان الماء لان ممكن في لحظه تحصل كل 100 سنه او كل 50 سنه بمعدلات سقوط امطار فترات طويله ما عنديش عامل حساب فكره الموجه الحاره مش عامل فكره الصقيع ممكن يبقى عندي موجه صقيع تضرب بلدي ثلاث اربع ايام لازم يبقى عندي خطه ولازم يكون التصميم قابل للتفاعل مع هذا وطبعا الزلازل جزء من ده يمكن ده بيكون الشق الانشائي اكتر ولكن برده يجب ان يتم الاعتداد به اللي احنا بنشوفه في السنين الأخيرة في المنطقة العربية إنه في ملفات مناخية موجودة كتيرة وفي التدريب أو في الوركشوب اللي احنا نعملها إن شاء الله بنفكر إن احنا هنستخدم ملفات مناخية مرتبطة على محطات أو مطارات سواء كان عسكرية أو مطارات مدنية منتشرة في الأردن عندنا البيانات بتاعتها موجودة open access بتوفرها وزارة الطاقة الأمريكية ونبدا نستغل الملفات دي اللي بتعتمد على بيانات مناخيه تاريخيه وفي نفس الوقت عندنا مميزات كمان انه ممكن هنستخدم برنامج اسمه ميتيونورم هيساعدنا ان احنا كمان نعمل توقعات مناخيه لمنتصف هذا القرن ونهايه هذا القرن وبالتالي ممكن في التدريب اللي هنعمله ده هعرفكم على ازاي تدور على ملف مناخي لمدينة تاريخيا قراءات مثلا من سنة 2000 ل 2020 أو من 9 من 99 سوري من 1990 ل 2020 مثلا يبقى عندك 30 سنة لأن منظمة الأرصاد العالمية الـ World Meteorological Organization هي بتقول إنه لازم ملف مناخي عشان يكون معبر عن مناخ ما لازم يكون عندي 30 سنة قراءات بشكل ساعة كل ساعة فده مثال ومن هنا تيجي فكره الكلايمت بروفنج احنا النهارده عشان نصمم تصميم مناخي بيئي عاوزينه يكون في منعه في ريزيلينس في قدره على الصمود وعلى المقاومه مقاومه ايه؟ مقاومه الظواهر المناخيه القاسيه الشديده وده لا يتاتى الا بان انا يبقى عندي سيناريوهات اقدر اتخيل مناخ عمان بعد 30 سنه او 25 سنه هيكون شكله ازاي؟ على نهايه القرن هيكون شكله ازاي؟ ولو انا هصمم مبنى هيعيش في المتوسط 300 سنه أو 500 سنة أكون أنا محضر المبنى ده بشكل جيد. الفكرة الثانية اللي هنتكلم عليها في التدريب ومهمة جدا فكرة الراحة الحرارية أو الثيرمال كومفورت. طبعا للأسف العالم العربي ما عندناش تطور أو أعمال بحثية في هذا المجال كثيرا على الرغم من أن احنا في منطقة حارة وبالتالي مهم جدا أن احنا نعتد بالراحة الحرارية. تاريخيا هنشوف نماذج أم بيها الأخوة أولجياي دول أخوين من المجر من هنغري سافروا أمريكا وبدأوا يعملوا زي بيانات رسومات بيانية تعمل نوع من من التشخيص للمناخ وتسهل على فهم المناخ وخصوصا لو في مصمم هيروح لبيئة أو المنطقة أو مدينة لا يعلم عنها شيء. فالأول جاي موديل ده مشهور جدا في الستينات بعد كده كان في الماهوني تيبلز كان زمان ما كانش فيه بقى ملفات مناخيه والكلام ده كان عندهم تيبلز ويقوموا يشتروا الكتاب ويجيبوا الماهوني تيبلز دي ويشوفوا اه طب مدينه عمان دي او مدينه السلط او مدينه غيره آه شكلها مناخها ازاي ويبدا يفهم المناخ من خلال التيبلز دي برضو ديكاي براون دول موجود واحد براون موجود. اعتقد ديكاي موجود لسه في تينيسي في امريكا آه لكن الاشهر البيان الاشهر او الرسم البياني الاشهر هو البسايكرومتريك شارت اللي ام بي اخترعه مولية ده فرنسي قام آه بهذا الدياجرام والدايجرام ده او الرسمه دي فيها ست ست سته نقاط قراءات يعني فيها الـ 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 الرطوبه الكليه الرطوبه النسبيه درجه الحراره الجافه درجه الحراره المبتله ويت بولب فيها ايه تاني فيها مش فاكر اتنين كمان فالبيانات دي بتيجي من محطة مناخية وبالتالي بتتعمل لها طباعة على هذه البيان أو على هذه الرسمة وبالتالي أقدر أفهم أكتر المناخ ده شكله إيه وإيه الاستراتيجيات التصميمية اللي أفضل أو الأنسب وعلى الشمال هنا بنشوف هنا دي بتبقى الاستراتيجيات الريكومندد أعتقد معظمكم لو يعرف كلايمت كونسلتنت والبرامج الشبيهة أكيد تعرضتوا ليها وطبعا آه غير كده في الاكواد العالميه يعني عندنا مثلا الايزو 17771 و2 وعندنا الاشي 55 وطبعا في اكواد محليه زي مثلا زي الكوده الاردنيه كوده البناء وكفاءه استخدام الطاقه هتلاقوا فيها رسمه زي الرسمه دي اللي, اللي موجوده في منتصف آه الشريحه اسفل. طبعا انا حاطط علامه استفهام لان حتى هذه اللحظه ما فيش دراسات آه على نطاق كبير احنا محتاجين هنا عينات كبيره عشان نقدر نحدد ما هي متطلبات الراحه الحراريه في العالم العربي، وللاسف في العالم العربي احنا عندنا درس كود مختلف احنا بنلبس مثلا حجاب، بنلبس جلابيه، بنلبس نقاب، بنلبس جينز، بنلبس شورت، ايا كان ال... عندنا نموذجين من ال... من الزي، الزي هنقول تقليدي او او عربي وفي زي بيبقى غربي، سواء كان ده او ده ما فيش دراسات بتمت بحيث انها تقول الرجل او المراه او الطفل او الشابه ايه متطلباتهم في الراحه الحراريه؟ امتى بيحسوا بالبروده؟ وامتى يبداوا يحسوا بالحراره؟ وبناء عليه نقدر يكون عندنا نماذج للراحه الحراريه محليه. طبعا الراحه الحراريه زي ما بنتكلم مرتبطه بمستوى الكومفورت نفسه وزي ما بقولت لكم في بدايه المحاضره ان ممكن نتكلم هاي تك ولو تك. انا ممكن يبقى عندي نمط حياه ليه خواص معينه بعتمد على انظمه تشييد بسيطه عندي مواد بناء بسيطه جدا وممكن يبقى عندي انظمه بناء ومواد بناء غاليه جدا ومكلفه وتقنيه بناء بتعتمد على الكرينز او بتعتمد على الاتمته مثلا وبناء عليه احنا مهم جدا قبل ما اصمم المبنى لازم احدد بالظبط التارجت اودينس بتاعي يعني مين هي العينه اللي هتسكن هذا المبنى الناس دي عايشه ازاي بتاكل ازاي مستوى دخلها ايه توقعاتها ايه لان بناء على كده بختار النموذج الراحه الحراريه لا تناسب مع مستخدم المبنى بتاعي وابدا اصمم المبنى بناء عليه لكن ان انا ابدا اعمل خلط ما بين الاثنين واقول لا ده انا هعمل مبنى يعني مثلا لو هعمل بنك الدم في, في الاردن بنك الدم ده يعني ده مبنى لازم يكون درجه الحراره فيه منخفضه جدا طول الوقت اقل من 18 او 16 مش هعرضه لاشعاع شمسي هعزله بشكل قوي جدا ليه لان انا عندي عينات دم جوه ولازم احميها من التخثر ولازم يبقى عندي نوع معين من من الفنيين اللي بيشتغلوا في هذا المبنى مقارنه مبنى بنك الدم مش هيبقى زي ما انا بعمل سوق مثلا سمك مثلا في في العقبه وبالتالي ما بين المستخدم ومتطلباته يجب ان يكون اول سؤال بساله نفسي في التصميم البيئي المناخي ما هي توقعات الراحه الحراريه وعشان كده لما بنتكلم على الباسيف هاوس الالماني ده الباسيف هاوس الالماني ده بيتكلم على ناس عايشه في دخل عالي جدا في منطقه بارده جدا وبالتالي ده بيعزل المبنى بالكامل وبيعمل حلول كلها هاي تك ويعتمد على التدفئه وعلى التبريد الميكانيكي وعلى التهويه الميكانيكيه فمهم السؤال ده يتم الاجابه عليه ده مثال مثلا لبيروت بنشوف انه درجات الحراره هنا شهريا موجوده باللون الازرق الكثيف ده وهنا دي كومفورت مودلز مختلفه يعني في كومفورت موديل ستريكت يعني في نموذج راحه حراريه ما لا يسمح بان تتجاوز الحراره الداخليه مثلا 24 او 23 في نموذج تاني اسمه ادابتيف كومفورت يعني بيتوافق مع الظروف ده بيقول لك ده ايه لو درجه الحراره بره ارتفعت ليتس سي مثلا انا في شهر اغسطس ودرجه الحراره في بيروت وصلت ل 32 35 أنا بسمح إن درجة الحرارة الداخلية بشكل توافقي ممكن توصل ل 27 أو 28 ما بين هذا وذاك هيبقى عندي فروق كتيرة في التصميم في مبنى هنقول عليه فيري ستريكت خاصي مش هيسمح بالتنوع وفي مبنى بيسمح بالتنوع بالنسبة للراحة الحرارية فهيبقى مهم جدا الاستراتيجيات اللي هصممها هديكم مثال بسيط أنا ممكن عشان أعمل مبنى فيه توافق غالبا التهوية الطبيعية مش التهوية الطبيعية هتكون شيء أساسي لكن لو هعمل مبنى الراحه الحراريه في فيها قسوه يعني في بلجيكا مثلا مصنع شوكولاته مصنع شوكولاته ده, ده, ده درجه الحراره ما تزيدش عن 16 يبقى انا هقفل المصنع ده بالكامل مفيش تهويه طبيعيه هعمل عزل تريبل جليزنج هحط انظمه تبريد طول الوقت وبالتالي انا هنا بتكلم على معده او منشاه تكاد تكون بنكر او 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 ملجا فده مهم جدا في التناول طبعا هنتناول في التدريب بعض التولز السهله الموجوده زي السي بي اي دي مطوراها بيركلي او السنتر اوف ذا بيلت انفايرمنت في بيركلي هوريكم ازاي نستخدمها وازاي نبدا نتفهم مناخا ما اعتمادا على اختيار نموذج راحه حراريه مختلف بحيث ان انا ادربكم على هذا الجزء ننتقل الان للاستراتيجيات او للمبادئ التصميم واستراتيجيات التصميم ومهم جدا ان احنا نميز ما بين ثلاثه اشياء احنا في حاجه اسمها برينسيبل وفي حاجه اسمها استراتيجي وفي حاجه اسمها سولوشن لما بصمم في مبادئ تصميميه في استراتيجيات تصميميه وفي حلول تصميميه لما يجي واحد يقول لي انا هعمل مشربيه او هعمل كوليسترا او هعمل دبل سكين فساد ده مش مبدا ده مش استراتيجيه ده ده سولوشن طب ليه انا مهم اعرف ان ده سولوشن لان انا لازم اسال نفسي انا بعمل الحل ده الحل المعماري ده بعمله ليه او الحل الهندسي ده او الحل التقني ده بعمله ليه انا بعمله عشان احقق استراتيجيه الاستراتيجيه دي بتنفذ سياسه او مبدا تصميمي مهم وهنا ده يجي لنا للدور المهم في التصميم البيئي لما احنا بنشوف الحل اللي قدامنا ده ده مثلا مكتبه الرياض كينج فهد اسف لايبرري في الرياض المكتبه دي صممها جابا اشيتكتن بنشوف انه هو هنا الحل ايه الحل ان هو جاب تنسايل ستركتشر او جاي يعني زي مواد يستخدمها للاظلام التنسايل ستركتشر ده هو سولوشن، بس هو عاوز يعمله ليه هو عاوز يعمله عشان في استراتيجيه ايه استراتيجيه في استراتيجيه هنا اسمها استراتيجيه السولار بروتكشن او الشيدنج طب هو ليه بيعمل شيدنج عشان في برنسبل ايه هو البرنسبل رديوسينج ذا سولار جينز او تقليل الاكتساب الحراري او الاحمال الحراريه اللي من الاشعاع وبالتالي انا لما ابقى عندي مبدا والمبدا ده انا حطه قدامي ايا كان بقى هترجمه ازاي في استراتيجيه او في الحلول نختلف ونختلف او نتفق لكن الاساسي ان انا لازم في في تصميمي يكون انا بتبنى هذه المبادئ وده يوصلنا لحاجه سهله جدا ان التصميم البيئي ما مبادئ كتيره هما ثلاثه مبادئ ما مش اكتر من كده في حاجه اسمها سولار ديزاين في حاجه اسمها ثيرمال ديزاين وفي حاجه اسمها فنتليتيف كولينج ديزاين هم الثلاث مبادئ دول اللي شفناهم في كل العماره البيئيه القديمه ودي اللي بنشوفها في جميع العماره المعاصره اللي بتكون مراعيه للمناخ. اول حاجه لما بنتكلم على السولار ديزاين هنا ان انا باخد في بالي ان انا في مبدا اساسي ان انا بحمي غلاف المبنى من اختراق شعاع الشمسي للمبنى وخصوصا في فترات الصيف او ما بين السيزونز وبناء عليه ده مهم جدا المبدا ده لان احنا للاسف تحت التاثير الغربي احنا ماشيين ورا الغرب في الاكواد وفي الستاندردز ما بنهتمش بالمبدا ده خالص بنمشي على مبدا تاني خالص ايه هو المبدا الثيرمال ديزاين ايه هو الثيرمال ديزاين الدول الغربيه لما بدات التصميم البيئي في آه في بعد الحرب العالميه الاولى كان كل ما يعنيهم احنا بنتكلم على بلاد زي لندن، بروكسل، آه، امستردام، آه مش عارف كوبنهاجن، البلاد دي اهم حاجه كان بتهتم بيها وخصوصا برضو امريكا، كولورادو والحاجات دي بتهتم بشيء واحد ان هو كده كده ما عندوش شمس، هو كده كده عنده اوفر كاست سكاي، يعني السماء معتمة طول الوقت عشان فيها ضباب. وبالتالي هو لا يقلق من الاشعاع الشمسي المباشر، لا يؤثر عليه. هو كل اللي معني به هو بروده او انخفاض درجه الحراره. وبالتالي التصميم الحراري بالنسبه له اهم شيء او المبدا الحراري، يعني ايه المبدا الحراري؟ يعني ان هو بيفكر انه يعمل عزل للمبنى عشان يمنع الانتقال الحراري او يقلل الانتقال الحراري او هروب الحراره من الداخل الى الخارج. بفرضيه ان في نظام تدفئه داخليه. وبالتالي احنا لما بدانا احنا نعمل الاكواد بتاعتنا في الثمانينات وفي التسعينات للاسف جزء منها كان تحت التاثير هذا الغربي ان احنا فكرنا فقط في الثيرمال ديزاين فاول حاجه تلاقيها في الكود ثيرمال ديزاين ما فيش اي تفكير في السولار ديزاين وما تفكير في الجيومتري ولا في السولار بروتكشن ولا مهتمين بالويندو تو ريشيو او مسطحات المزججه او الزجاج في المبنى فمهم جدا انه الثلاث مبادئ دي نطبقها في اي مبنى بيئي متصمم في مناخ حار ان انا بصمم باخذ في الاعتبار الاشعاع الشمسي باخذ في الاعتبار الانتقال الحراري واخر حاجه ودي احنا كلنا عارفينها التهويه اللي بتقوم بالتبريد طبعا في بعض الاحيان ده بتكون خرافات لان احنا في بعض الاحيان بناخد السهم الجميل الاحمر ده اللي بيتحول لازرق وفجاه بنقول اه ده احنا هنا هيحصل كولينج بس عشان يتم كولينج حقيقي لازم يتعمل سي دي او يتعمل آه محاكاه لديناميكا المواقع عشان اتاكد فعلا ان درجه الحراره هتنخفض او هيكون عندي آه درجات حراره منخفضه في الليل تؤدي الى فاعليه التهويه الطبيعيه. ففي التدريب هندخل في التفاصيل لكل هذه المبادئ وازاي نحول المبادئ إيه الاستراتيجيات الحاكمه تحتها واخيرا ايه الحلول العامه اللي بنشوفها. طبعا في التدريب اللي احنا بنعمله عندنا مبدا دايما بنحاول نعمل سلوجن بنقول ايه؟ شيد فنتليت اند انسوليت يعني الاول ظلل غلافك بعد كده هوي المبنى واخيرا اعزل المبنى مش العكس. وده شيء بنشوفه فقط في المناخ الحار مش بس في المنطقه العربيه حتى في استراليا حتى في امريكا في بلاد اخرى نفس المبادئ دي موجوده من قديم الازل فمهم ان احنا ندرك هذه المبادئ ونطبقها ونتفاعل معها طبعا انا مش عاوز ابقى الكلام خلصت الكلام النظري عاوز أديكوا شويه امثله ظريفه نشوف على ازاي ده بيتم تطبيقه نتكلم هنا على عماره محليه وعماره فيها اتاحه من الجانب الاقتصادي، يعني الافوردابيلتي هي الاتاحه ان انا يبقى عندي اتاحه، يعني انا اقدر اشتري او ابني المبنى ده كمصمم. اول مبنى انا بحبه جدا مبنى طاوله عميق ده في البقاع اللبناني. طاوله عميق ده مبنى عباره عن مطعم بيعمل وجبات محليه للمنطقه في البقاع بيعتمد على ان في سيدات بتيجي بتطبخ كل يوم وبيقدم اكل لسكان المنطقه وفي نفس الوقت للسياح. ويكون ده جزء من برنامج سياحي زي ما احنا شايفين فكره طاوله عميق بالاساس هو عامل اندر جراوند يعني هو مختفي تحت الارض طب ده هو عامله ليه البقاع لو انتم تعرفوا ممكن تبقى بارده جدا في الشتاء وبالتالي هو وممكن تبقى حر جدا في الصيف فبالتالي هو مختفي تحت الارض عشان يستفيد من حراره الارض شتاء وفي نفس الوقت عامل البروجكشن دي او البرجولاز اللي مددها دي عشان في الصيف لما تكون اشعه الشمس قاسيه يتم كسرها. في نفس الوقت لو بصيتوا هنا على الشيمنيز دي او على المداخن دي مداخن زجاجيه بتعمل نوع من سحب الضغط ال 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 الهواء الساخن وطبعا هي مزججه عشان يحصل فيها احتباس حراري فيبقى في ضغط ايجابي او بلس بريشر في المنطقه دي فاوتوماتيك يحصل درافت يحصل سحب يحصل سحب اوتوماتيكي بدون ما يبقى عندي تهويه ميكانيكيه فده مثال لمشروع بحبه جدا في مبادئ اساسيه فكره السولار ديزاين وموجود فيه فكره الثيرمال ديزاين باحتضان او الاختباء جوه الارض والفكره الثالثه فكره الفنتيليتف كولينج او الفنتيليتف هيتينج اللي هي ممكن تكون معكوسه في الصيف برضو مبنى جميل جدا عندنا في المنطقه العربيه في دمشق في دمشق الليسي فرنسي او الليسي الفرنسي المبنى فيه احترام شديد جدا للثلاث مبادئ اللي اتكلمنا عليها بنشوف انه نسبه الزجاج المسطح قليله جدا التوجيه بتاع الكتل منتظم بيدور على الهواء وفي مداخن او اللي اتكلمنا عليها ما ننساش ان دمشق على ارتفاع عالي وبالتالي مناخها في الشتاء قاسي بارد وشبيه يعني ممكن شويه بالاردن بعمان وبالتالي مناخ زي ده ده من افضل الحلول اللي ممكن تتطبق والتكلفه مش عاليه جدا. ده مثال اخر لمبنى غريب جدا هو في الرياض آه بنشوف هنا انه ده مبنى هايلي انسولية بيلدينج او مبنى معذول الرياض بنتكلم على مكان يعني قاحل الصحراء قاحله حد بقى يقدر يشوف هنا السولار بروتكشن برنسبل فكره الثرمال انسلشن برنسبل فكره ان انا ناتشر تكاد تكون مش موجوده ولكن في كورتيارد او في آه زي آه فناء داخلي آه بيجتمع عليه الاسره صيفا وفي نوع من الترتيب من خلال نافوره نافوره فهنا بنشوف ده مثال لمبنى ممكن يكون شويه غالي لان الفينشنج هنا غالي، لكن لو بصيت على كميه الزجاج وتصميمه وحمايه المسطحات وفكره ان الواجهه بشكل عام فيها قدر كبير من الاظلال بندرك هنا ان المبنى ده اللي صممه فاهم هذه المبادئ وبيطبقها بشكل في نجاح. برضو مشروع ظريف وشركه بحبها جدا التام اسوسياتي دول ايطاليين وبيشتغلوا كتير في العالم العربي وخصوصا في منطقه السودان سواء كان في دارفور او في السودان جنوب السودان او في شمال السودان. طبعا بنشوف المشروع ده هم بيشتغلوا بيتخصصوا في مبادئ المستشفيات وبيبقى عندهم بادجت او ميزانيات محدوده جدا ولكن بيطبقوا وبيفهموا جيد جدا مناخ المنطقه اللي بيبقوا فيها. وبنشوف هنا حلول بسيطة جدا الاظلال الشمسي بحيث ان انا بعمل ريسبشن اريا او منطقة انتظار ما عنديش امكانيات ان انا اكون قافلها ولكن مظللة جيدة فيها اضاءة وبامكانيات بسيطة جدا بحقق فكرة اللو ان انا بعمل ايه؟ شيد فنتليت انسوليت هنا ما فيش انسوليشن اصلا ومش محتاجينها لان انا اوت دور لكن عامل شيد فنتليت انا لو عملت كابلنج او تمازج ما بين فكرة اظلال وتهوية بيكون عندي توفيق ونجاح كبير برضو ده مشروع ظريف جدا في طهران الإيران هنا المبنى كله معمول حماية ومستخدم مواد بناء محلية وفي كسرات الشمس أو المسطحات الزجاجية اللي ممكن بنشوف في مباني سكنيه كتيره المستخدم بيبقى محتاج كميه المسطح ده ولكن في نفس الوقت في حمايه خارجيه وده مهم جدا ان احنا نعرف انه السولار بروتكشن او الحمايه من الاظلال الشمسي او انظمه كاسرات الشمسيه لازم تكون خارج المبنى ومش داخل المبنى لو داخل المبنى فعاليتها بتكون اقل من 10% ويكون اتاخرنا في المعالجه فمهم جدا أبسل المعماريه دي تكون حاضره ده مثال برضو تاني تم اسوسياتي في ايطاليا دول عاملين هيلث سنتر او ريفوجي كامب هو ريفوجي كامب او مخيم لاجئين في خناقين في العراق أه وبنشوف أه الحلول يعني ادي حل بسيط جدا عامل منطقه بمواد بسيطه جدا في أه تهويه في اظلال أه وفي أه حدود من الراحه مقبوله بدون ما يكون في تكلفه أه أه اضافيه وطبعا شايفين هنا دايما فكره الدبل سكين فكره ان انا عمري لا يجوز ان انا اعرض مبنى سطحه الخارجي يكون معرض للشمس يعني ده ده شيء عمرنا ما شفناه في اي عماره محليه بيئيه دايما كان بيبقى فيه حمايه ولازم يبقى فيه طبق او اثنين اثنين اه او ثلاثه اه بحيث لما نشوف ممر الحركه هنا انا عندي حمايه وده عباره عن خوص يعني ما حدش يقول لي بقى ما عندي مواد محليه او ده غالي لا ده حاجه بسيطه جدا موجوده وبتحقق الوظيفه بتاعتها. ده برضو امبريشن او انطباع عن الممرات حوالين المركز الصحي ده وبالتالي انا لما بقدم المسطح الزجاجي هنا انا مش خايف لان انا كده كده كسرت الشعاع الشمسي المباشر اللي هيتلامس معايا عاوز انتقل بقى بن يعني عدينا منتصف العرض عاوز اقدم برضو كلمه بسيطه عن مواد البناء وده جزء من الباسيف ديزاين او التصميم البيئي او التصميم المناخي طبعا لما بنتكلم على عماره مناخيه واتكلمنا على المبدا الاساسي اللي هو مبدا الاظلال والتهويه واخيرا العزل بالترتيب آه كاولويه وكمبادئ. طبعا فكره البناء النهارده احنا عندنا آه مواد بناء آه في اعاده وعي لمواد البناء عالميا وعاوزين مباني تكون انبعاثات ثاني اكسيد الكربون المصاحبه او الكامنه آه في هذه المواد تكون منخفضه. وبنشوف هنا فكره السيركولاريتي او المباني الدواره انا معرفش الترجمه لا تسعفني ولكن آه مواد بناء طبيعيه، مواد بناء من الخامه من الارض وممكن ساعات بتكون مخلفات فده هيكون مهم جدا لو انا بعمل تصميم بيئي او تصميم مناخي اسال نفسي ما هي مواد البناء المستخدمه وكيف اتفاعل مع هذه الماده هنا بنشوف مثلا انه في الغالب بيبقى في نجاح لو قدرنا ناخد مخلفات زراعيه ونحولها لمواد بناء سواء كان قش روز، سواء كان جفت الزيتون او النوى بتاع الزيتون او غيره او غيره ده بيكون جزء او من توفيق المعماري او المعماريه في ان هو يقوم بهذه المعالجات دي افكار بسيطه حتى هنا بنشوف دي خرسانات بيتم استبدال الريينفورسمنت او الحديد التسليح فيها باسياخ من البامبو فدي كلها افكار بتتطلب جراه تمكن معماري عنده إمكانية تجربة وعنده ثقة في أنه يقدر يحقق ده وحتى ده بينعكس على الانتيريور فرنتشر أو على الفرش الداخلي يعني ممكن الفرش الداخلي كله خشب محلي حصير مواد بناء أو مواد طبيعية جاية من مخلفات القطاع الزراعي وأدخلها جوه المبنى بتاعي طبعا هنا برضو عندنا أمثلة كتيرة في المنطقه العربيه للارض المدموكه او الرامد فكره ان انا بيبقى بدور على ميكس او خلطه معينه من الارض فيها جزء من الرمل جزء من الطفله بنسب معينه وبدون استخدام ستابلايزيشن او ستابلايزرز يعني سيمنت او بايندرز ممكن بعمل بنايات وبوصل برتفع بيها بدور او دورين طبعا بنشوف في بعض البلاد اللي بيبقى فيها تساقط امطار او خوف من النحر اثناء الامطار ممكن بنحط ستابلايزر ايه 10% 8% 7% سمنت او اسمنت ولكن لا داعي لذلك في المنطقه العربيه على حسب المكان وعلى حسب المناخ بنشوف ده بيترجم من خلال مشاركه اجتماعيه وده جزء برضه مهم جدا آه تفاعل المستخدمين واستخدام فكره انه بحول المبنى الارضيه بتاعته تكون مقاومه للمياه وبعد كده ببدا بطلع بالمبنى آه بمواد البناء الارض المدموكه دي من خلال من خلال او فورم بسيطه في التشييد. ودي كلها امثله النهارده احنا العالم العربي عندنا نقص شديد في البنايات وعندنا امكانيات ضعيفه جدا فهيبقى هنا مثالي جدا للتقنيات دي ان انا بعمل ميكس او خليط ما بين الارض المدموكه الحجر مثلا الطوب على حسب ما يتوافر وطبعا لازم اعمل رينفورسمنت او تقويه للجدار حوالين جميع الفتحات يعني الشبابيك مثلا، الفتحات الابواب، كل دي تفاصيل فنيه عشان يحصل فيه نوع من الدعم التدعيم للفتحات لان دايما بيبقى فيه حركه ميكانيكيه بتتطلب ان بيبقى فيه احمال على هذه الفتحات. فده كله ده جزء من التفكير والتفاعل ما بين المصمم وما بين العماله المحليه وما بين السكان المحليين ده جزء من التدريب. ده برضو انطباعات عن مدرسة بسيطة جدا وذكاء أو قدرة البنا هنا إن هو يعمل فولت أو أبو مش بنلاقي المهارات دي في كل حتة ده في نوبي ده مش نوبيان فولت ده فولت ملوش يعني قابو بسيط ملوش انحناء قوي ولكن دي كلها ممارسات بنشوفها ده مشروع مثلا في غرب افريقيا في باماكو أه هنا هو جمع القمامة وعمل لها ضغط وحطها في حاجة اسمها جابيونز جابيونز دي يعني شبكات أو زي أقفاص حديدية بيحط جواها القمامة المضغوطة ويبدأ يبني بهذه الجابيونز ويحمي بيها المبنى وبنشوف إنه دايما فكرة الدبل سكين يعني ما فيش حاجة اسمها سيب السقف من غير ما يكون في دبل سكين روف لأن أنا بالشكل ده بحقق الحماية ولو انتوا زرتوا اي بلد من دول الساحل يعني دول الساحل دي من من السودان لحد السنغال اللي هو الشريط اللي تحت الدول العربية سواء كان موريتانيا والمغرب لحد مصر لو زرتوا الشريط الدول الساحل اللي هو في النيجر وفي التشاد وفي البوركينا فاسو وغيره وغيره وغير وطبعا السودان هتلاقوا انه دايما فكرة ان انا في السقف بعمل نوعين او طبقتين من الاسقف للحماية فدي كلها انطباعات وافكار وحتى ده مثال من اوروبا في مصنع في سويسرا اسمه ريكولا فاكتوري ده شركه بتعمل زي بومبوني كده ريكولا فاكتوري بتعمل بري فابريكيتد رامد ايرث يعني تربه مدموكه سابقه التصنيع بتعملها في في او في اتليه او في ورش وبتشيلها وبتبدا تجمعها وده مصنع كامل اخذوا عليه التصريح ونجحوا كمان ان هم يقنعوا البلديه ان هم مش هيحطوا مواد عزل لان ثم سمك الأرض المدموكة نفسه كان كافي ومؤهل إن هما يتطابقوا مع متطلبات الموصلية الحرارية. فدي كلها أمثلة حتى بنشوفها في دول الشمال مع إن أنا بحاول أتجنب أمثلة من الشمال عشان لأنها مش مش متوافقة بشكل قوي. أمثلة أخرى طبعًا ظروف أصعب كونتينرز هنا بنشوف كونتينرز ده الإمرجنسي سنتر في الخرطوم. انت كمعماري ما عندكش غير ده هتعمل بيه ايه فبتبدا تقصه وتجمعه ومع ذلك بتحاول تعمل عماره ليها مواصفات وخصائص بتحترم البرنسبل وهي دي اهم حاجه ايا كان الظروف اللي هتصمم بيها ايا كان المبنى اللي هتصممه لو الثلاث مبادئ دول يعني بتفكر فيهم طول الوقت شيد فنتليت ان انسوليت هيبقى عندك دايما القدره انك تبتدع وتبتكر في فكرة إزاي نلاقي حلول ونتميز كلنا عن بعض ولكن المبادئ دايما موجودة وأنا اللي, لا ي... اللي, يؤسفني أن أنا بشوف عمارة في منطقتنا العربية في بعض الأحيان مش فاهمة الكونسب ده وفقط بتعتمد على فكرة الانسوليشن أه أنا كده بنتهي وباجي لنهاية العرض أكون أتمنى ما كنتش طولت عليكم أه دي المحاضرات أو الموديولز اللي هن... هنستعرضها في التدريب إن شاء الله هنتكلم عن العمارة المناخية المناخ وازاي نحلل الملفات والراحه الحراريه ازاي آه, نصمم مناخيا من الجزء العمراني الاول من على نطاق العمران آه, المجاوره وبعد كده ندخل في تصميم آه, تنسيق المواقع آه, فكره الثرمال زونينج آه, ديزاين فور شيدنج البيلدنج انفلوب آه, الكتله الحراريه والعزل الاضاءه الطبيعيه التهويه الطبيعيه انظمه التدفئه والتبريد آه, ال ال الهجينه او المخلطه يعني انا ادخل سخان شمسي او ادخل براد صحراوي مع تكييف ادخل دفايه غاز مع سولار تشيمني وهكذا واخيرا بنتكلم على فكره الانتجريتف اند هوليستيك ديزاين دي المحاضرات اللي هتكون في التدريب ان شاء الله وهنكون عندنا سبعه تدريبات داخل الوركشوب دي الوركشوب دي بتاخد يومين او ثلاثه على حسب اللي هنقرره بنبدا نعمل فيزيكال موديلنج ونبدا نعمل كلود كالكوليشن في مجموعه تدريبات مختلفه زي ما قلت المناخ، الراحه الحراريه، الاظلال واخيرا استهلاك الطاقه بحيث يبقى اللي هيحضر التدريب ده عنده امكانيه او عنده قدره ان هو يطبق بشكل مباشر سواء جايب حاله دراسه حاله حقيقيه مشروع او عنده دراسه عاوز يعملها بشكل عام لمشروع قائم او لمشروع نظري. بكده أكون انتهيت النهارده وأنا موجود ومتاح وأتمنى أكون أتفاعل وأسمع منكم ونبدأ السيشن أو نبدأ الأسئله والأجوبه شكراً لكم. يعطيك العافيه دكتور شادي شكراً شكراً لك أه رح نفتح مجال للأسئلة، بس كذلك في عنا هلا حيكون عندكم بالتشات بوكس رح يكون في عندكم لينك أه هذا اللينك تقدروا تستخدموه عشان أه أب أسماءكم بالكورس القادم للباسل ديزاين هاوس اللي هو إن شاء الله حيكون أه بين شهر سبعة وشهر تمانية بهاي السنة وأي حدا في عنده أي أسئلة نحنا أه بقى عنا يعني من الوقت تقريبا عشر دقائق لربع ساعة فبليز إذاً إنكم ترفعوا إيدكم أو إنكم تبعتوا على الشات أو على الكيو أند أوكي في عنا سؤال Uh, will the course be online, دكتور؟ أم لا هيكون حضور وتفاعل لان هو جزء من التدريب هي تجربه ان احنا هنتواصل مع بعض هنسمع اخرى مش فقط انا والمتدرب لا احنا كلنا هنكون جماعه مجموعه هنتبادل التجارب وفكره التدريب اونلاين ليه مميزاته ولكن هذا هذه الورشه تم تصميمها انها تكون بشكل تفاعلي بحيث يكون الاثر اقوى ويكون التبادل يكون اقوى واهم حاجه ان يكون في معايشه لتجربه التنفيذ مع بعض بحيث ان انا اقدر اشوف المشكله لكن اونلاين هتبقى شويه فيها نوع من البعد يعني. يس في عنا احمد عباس تفضل تقدر تفتح المايك احمد اباظه اتفضل السلام عليكم يا دكتور وشكرا على المحاضره القيمه انا من مصر بعمل ماجستير في السيركولار كونستراكشن في جامعه القاهره وكنت عايز اخد راي حضرتك في الاوتوكليف ايريتد كونكريت انا بشتغل حاليا في شركه بتعمل الماتيريال دي من مواد البناء اللي هو الطوب المسامي او الطوب الرملي او الطوب الخرساني المعالج بالاوتوكلاف ده ممكن يدخل تحت الهاي ال تك ولا ده building ماتيريال هي sustainable ممكن يبقى سعرها اكتر شويه ولا ممكن يبقى سوليوشن فعلا من ال للحته بتاعه الباسيف ديزاين في اخر stage آه. ستيج اللي هي الانسوليشن احنا خلاص شيب فنتليت وبعدين انسولي. طبعا شكرا على السؤال لو فقط انا هيكون ده الغلاف المعرض لاشعه الشمس يبقى ما قيمته ضعيفه جدا احنا هنا بنتكلم على جزئين شقين من السؤال في شق البيئي ان انا لازم اعمل لايف سايكل اسسمنت او تقييم الاثر البيئي من خلال ان انا اعمل لايف سايكل اسسمنت كامله عشان اشوف كميه الاسمنت اللي موجوده ما هي اثارها البيئيه ده جزء خارج اطار التدريب شويه لكن لا يخفى علينا انه جميع جميع مواد البناء والخفانه أو, او البلوكات او الطوب طالما داخل فيها اسمنت او محروقه بغاز طبيعي او بمواد بتروليه يبقى الامباكت او الاثر البيئي بتاعها هيبقى سالب او غير جيد وبالتالي هيبقى فيها مصاحبه ليها انبعاثات. ده من الناحيه البيئيه البحته من ناحيه الانبعاثات ثانيه من ناحيه الاثر الحراري اه طبعا الاوتوكليف بلوكس uh, جيده جدا حراريا لانها هتعمل نوع من التعطيل آه ولكن ما تشتغلش لوحدها لازم يكون معاها آه استراتيجيه لاظلال او حمايه الغلاف الخارجي ولازم يبقى في تقييم بقى لظروف المشروع نفسه على حسب الموقع آه بشكل عام يعني. فهنا دي ده سؤال محدد قوي لكن في الاخر المصمم ما عندوش اختيار كتير يعني ده يوما. دكتور شكرا. فينا سؤال دكتور. What modeling software will you use build training? Um, احنا هنشتغل ب بس software بسيط جدا basics بتاعت ال design builder هو برنامج مبني على ال energy plus دي uh, simulation engine امريكي. بتدعمه وزاره وزاره الطاقه فهنشتغل على الديزاين بيلدر بس مش هو مش تدريب للديزاين بيلدر يعني مش هنوسم فيه قوي احنا هنعمل شو بوكس موديل صغير هنعمل بعض المحاكاه ونشوف ما تاثير بعض المعالجات على الاحمال سواء كان احمال التبريد او احمال التدفئه التدفئه او التبريد <applause> <applause> جميل آه فينا سؤال هل الكورس متاح للجميع وما هو الليفل تاع الناس اللي بيقدروا انهم يحضروا هذا الكورس او الترين كورس آه ال... طبعا الشريحه اللي احنا المستهدفه هما بيبقى يعني من اول نهايه التخرج آه اخر سنه او اخر سنتين في في جامعات اللي بتدرس الهندسه المعماريه او هندسه البناء بشكل عام Uh, civil engineering architecture engineering uh, landscape urban planning لحد uh, ال, ال, المهندسين اللي بيشتغلوا بخبره توصل لاول خمس عشر سنين uh, طبعا لو جه حد عمره ما اشتغل في المجال ده uh, السن لا يعني, لا يعني ليس له معنى يعني لو واحد عنده ايا كان سنه ولكن مهتم بالمجال فطبعا دول مرحب بيهم ولكن نقدر نقول ان هو انه ليفل بيجينرز بس بروفيشنال بيجينرز مش مش يعني ما بعد الجامعي آه ومتاح للجميع اي حد يقدر يجي وفي هيبقى في توصيف دقيق لتوقعات التدريب ايه هي والشريحه اللي بيستهدفها آه بشكل عام في سؤال كان بيحكي عن اللوكيشن والسكيدجول اللوكيشن راح يكون ان شاء الله في عمان باذن الله وراح يكون في الفتره بين نهايه شهر سبعة وبداية شهر ثمانية الديتس اكزاكتلي حتكون بنعلن عنها ان شاء الله قريبا وفي سؤال دكتور انه كم عدد ايام هذا الكورس؟ حتى هذه اللحظة ما اتفقناش ولكن احنا عندنا نسختين في نسخة بتبقى يومين مضغوطة لأن إحنا عارفين الناس كتيرة يعني ساعات التدريب ده بنديه للبلديات أو لناس بتشتغل في شركات فده بيبقى يومين لأنه كده كده مش هيعرف يجي غير مثلا سبت وحد آه و أو الأفضل إنه يكون ثلاثة أيام فده يرجع بقى للمجلس وللتفاوض إحنا نتكلم نشوف إمتى يتعمل التدريب في أنهي يوم من الأسبوع ومدته زي يومين أو ثلاثة. وطبعا بزبط. لو انتم عندكم لو لو المشاهدين عندهم آه تفضيلات يا ريت يكتبوا يعني مثلا واحد يقول انا افضل يكون يومين افضل يكون يوم كذا وكذا بحيث م. المجلس يكون عنده رؤيه آه ويختار. بالضبط آه في سؤال بحكي what are the limitations of the passive design? آه limitation of passive design آه لو انا النهاردة عندي شخص أو ناس من مستوى اقتصادي يعني إن أنا ديكم السر احنا عملنا دراسة في مدينة جدة في ناس في جدة بيناموا في شهر تمانية في غرفة درجة الحرارة تمنتاشر ومعهم بطانية عليهم في شهر تمانية ده هنا احنا بنتكلم عليه احنا بنتكلم على انه اجيال وراء اجيال بنينا بنايات البنايات دي بتعتمد على أنظمة التبريد وكل جيل بيقلل درجة الحرارة كجودة للحياة وبالتالي ينفصل تماما عن المناخ الخارجي لو أنا بدور على راحة حرارية بتكون فيها درجات الحرارة منخفضة جدا بعمل تبريد بنزل ل 18 و 19 و 20 بس ديزاين هيبقى صعب جدا لأن أنا بتكلم هنا على انسان عنده القدره انه يحصل ادابتيشن يعني يتوافق مع الحنى. المناخ لو درجه حرارة بره وصلت 35 40 هقبل ان تكون الدرجه داخل المكان او المبنى 28 29 30 مع مروحه لكن لو عندي حدود قصوى لمتطربات الحراريه يبقى في الحاله دي لازم الباسف هاوس مش هيسعف هيسعف طبعا من ان انا اقل احمال التبريد واحتياجي للتدفئه وان التبريد ولكن مش هي... مش هيبقى الاكثر فعاليه هضطر ان انا اعتمد كتير على فكره انسوليت هيبقى المبنى باختصار انسوليت 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 يعني ركز اكتر على العزل واعمل مبنى تريبل جلاس واقفله بالكامل لان انت كده بتعتمد على انظمه وادفع فاتورة بقى يعني ما انت ما في الحاله دي ما عندكش عقبه اقتصاديه في انك انت تدفع شوف قد ايه كهرباء تغطي بيها الصيف كله وهيبقى المبنى ده عشان محكم ومغلق هيكون كمان بيستهلك كتير في ما بين المواسم يعني حتى في شهر خمسه وشهر اربعه التكييف هيبقى يعني. شغال لان المبنى نفسه كانك واحد لابس هدوم كتيره او او طبقه كثيفه من الملابس عشان يعمل عشان يعمل تعرق او يحصل انتقار حراري صعب جدا لانه لابس شيء كثيف وبيحكم على على الجسم نفس قصه الانسوليشن فالانسوليشن مبدا ما هوش مبدا متناسب مع منطقتنا ما لم يكون المبنى نفسه هو مبنى نتكلم بقى على مستشفى على مبنى لازم يكون فيه درجه حراره معينه مثلا اشتغلنا على مبنى مستشفى سرطان في 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 القاهره ده لازم يبقى عندي درجه حراره معينه عندي انفكشن في الحاله دي مش هيكون باسيف ديزاين ذا لكن برضه هذا لا يعني ان انا اعمل الجنون اللي بنعمله ده ان انا اعمل واجهه 100% منها زجاج يعني ايه يعني يعني ازاي ابقى انا في بلد حر وعامل واجهه كلها ازاز يعني ما هو باسيف ديزاين حتى لو انا معايا دخل وحتى لو انا هوفر في المبنى ده هاي كومفورت كونسيدريشن وعاوز اوصل درجه الحراره ل 23 او ل 22 هل ده معنى كده ان انا اعمل واجهه كلها ازاز بسفه لانه هذا لا يتناسب مع المنطقه والنهارده البترول لو معانا بكره مش معانا هنا بيجي أهمية إنه حتى لو عندي هاي تك بيلدينج ما لم يكن مصنع ما لم يكن مبنى وظيفي خدمي بيجيب عوائده من متطلبات الراحة الحرارية القاسية دي لا داعي على الإطلاق إن أنا أصمم ويبقى عندي اهدار في السولار ديزاين يكون ضعيف بمعنى ان المبنى يكون كله مكشوف ازاز وانه يكون عندي فقط اعتماد على العزل وما عنديش اي اعتماد على التهويه الطبيعيه. معلش الإجابة طويلة شوية لا أبداً شكراً uh, another question بيقول what simulation software uh, would you recommend في المطلق يعني إحنا طبعاً بنعمل تدريب برضو كنا بنعمله في فترة طويلة قبل الكوفيد في الأردن الديزاين بيلدر يعني بيلدينج أنري موديل وده ممكن يكون تدريب لاحق إن شاء الله لو بدأنا نقدر يبقى عندنا حضور في تدريب الباسيف ديزاين شخصيا انا بنصح دايما بسوفت وير اسمه ديزاين بيلدر وده زي انترفيس جرافيكال يوزر انترفيس لسوفت وير امريكي اسمه انرجي بلس انرجي بلس مجاني غير مكلف وبتطوره وزارة الطاقه الامريكيه وبالتالي المعادلات الفيزيائيه والظواهر الفيزيائيه كلها اللي بتتم ما بين المبنى والبيئه الخارجيه تمثل بدقه عاليه في هذا ال البرنامج آه وممكن يتعملوا بلجن في sketchup ممكن نستخدمه في جراس هوبر ممكن نستخدمه في ليدي باج فيبقى عندي لاندسكيب او مجموعه برامج جيومتريكال موديلنج اركتكتشرال ديزاين زي سكتش اب وراينو وغيره سهل جدا ان انا اتنقل اتنقل من الجيومتريكال موديلنج للانرجي والثيرمال موديل وبالتالي انرجي بلس هيبقى الانجن او الموتور او المحرك خلف هذه البرام. فالنصيحة رقم واحد. Energy Plus مع أي Plugin بقى يعني سواء كان Design Builder, Grasshopper, Ladybug, uh, Honey Bee, uh, you name it بقى يعني شوف إنت في في حاجات كثيرة. Thank you. Uh, فين كمان سؤال? I think فين كمان like two questions بس. Uh, which uh, CFD solutions uh, is mostly used in the study of uh, ventilation and cooling in buildings in industry and academy, academia. Um, classical classical CFD simulation ان احنا بن, بن, بنعمل نموذج للفراغات ونبدا نعمل محاكاه لمسار ال, ال, الرياح او الهواء داخل الفراغ ده ومساراته اتجاهاته درجات حراره ودي من اكثر العلوم اللي احنا ضعفاء او بعيدين عنها في المنطقه العربيه على الرغم من ان احنا بنتشدق كثيرا بفكره التهويه الطبيعيه والملاقب و و و ولكن علميا ومهنيا عشان اتحقق من فكره في اليات في منهجيات زي ما بروح الدكتور مش هروح للدكتور كده ويقول لي اي حاجه وخلاص انا لازم يبقى عندي اليه انه في معايير جوده المعايير الجوده الاساسيه ان انا بعمل سي السي اف دي ما انواع او تايبس هو كل العامل الاساسي هو ريزولوشن اوف جريد لان انا بعمل زي شبكه ثلاثيه الابعاد فيها نقاط او نودز النودز دي بتمثل الفراغ انا ممكن اعمل غرفه 3 في خمسة اعمل فيها 50 نود وممكن اعمل فيها 200 نود على حسب النقاط الكالكوليشن او الحسابات كل ما يكون العدد كتير كل ما يكون الكمبيوتيشن تايم او زمن المحاكاه طويل فده محتاج ان انا يبقى عندي سوبر كمبيوتر او 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 حاسب او حواسب كتيره جوه الكمبيوتر بتاعي ويبقى عندي انا الاستشاره دي تمنها ايه يعني على حسب الكلاينت الكلاينت بيقول لي انا عاوز الشغل ده كمان اسبوع او عاوزه بعد شهر على حسب الجدول الزمني والورك فلو بتاع المشروع وعلى حسب الاتعاب اللي هاخدها هستثمر اكتر او اقل عدد ساعات في المحاكاه ولكن اللي لازم تتعمل انها ده يتم التحقق عشان يكون في الاخر ايا كان المبدا بتاع التهويه الطبيعيه اللي تم تطبيقه واحد عامل شمني او تفايه او عامل ملقف او غيره او عاوز يدعي ان في كروس natural فنتيليشن او تهويه تخترق المبنى من اتجاهين لازم اتحقق بالسي ار ثانك في uh, أسئلة بخصوص الترينينغ إذا uh, بتسمحوا لي أنا حجاوبها ليش هي بالأردن زي ما تفضل الدكتور uh, نحن هاي الترينينج إن شاء الله إنها حتكون هي in person training uh, بسبب إنه هي فيها كتير uh, يعني implementation وترايلز مع الدكتور وبكون فيها زي on hand training فلهذا السبب هي حتكون in person uh, لكن إذا وجدنا uh, إنه في عدد We uh, have in a feeling online be uh, online, am we can customize something in hybrid. While we are already in person, some people can join us uh, hybrid. Uh, and this of course, is a people from uh, of the of The cost of the course uh, will be shared uh, with you very soon. The ones who sign their names on the uh, registration form. Uh, other than this بحب احكي لكم شكرا شكرا كثير دكتور uh, شادي uh, كانت informative uh, و enjoying لنا uh, to have this session معك وان شاء الله انه uh, قريبا بنرجع بنلتقيكم من in person في الباسف design training course باذن الله شكرا كثير لكم بتمنى لكم مساء سعيد شكرا جزيلا شكرا على الدعوه مساء سعيد شكرا لك مع